جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عدم زيارة الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء تجنبا للغيبة جائز أم يعتبر من قطيعة الرحم بالنسبة للأقارب؟ جزاكم الله خيرا. تجنب زيارة الأقارب يعتبر من قطيعة الرحم، وإذا كان هناك غيبة فعليها أن تنصحهم وأن تخوفهم بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يسقط حقهم من الصلة والزيارة، فتزورهم مع الإنكار ومع النصيحة، لعل الله أن يهديهم.